أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا لقاء تنبيه من المستوى الأول ساري المفعول عن موجة الحر التي تجتاح صحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب، حتى الأمطار إن شاء الله بالموعد خلال هذه الأمسية ستخص المرتفعات الداخلية وتكون تحت وقع رعود. أما خلال يوم الغد فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما نسبة رطوبة عالية خلال الصبيحة على الوجهة الساحلية الوسطى والغربية لتصبح الأجواء مغشاة على السواحل، لكن سحب ركامية رعدية ستخص المرتفعات والهضاب خاصة الوسطى والشرقية، احتمال لتساقط أمطار على شكل زخات رعدية مرفوقة بحبات من البرد. بعض الأمطار المتفرقة وتكون تحت وقع رعود خلال الأمسية ستخص منطقة الواحات شمال الصحراء أقصى الجنوب، سحب ركامية ستخص مرتفعات الهجار والتاسيلي. خلال هذه الليلة إن شاء الله وخاصة صباحة الغد درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 20 إلى غاية 23 درجة على الواجهة الشمالية، 30 درجة على ولاية غردايا، نفس المقياس على إليزي، 28 درجة على تمنرة، 35 درجة على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب. أما خلال ظاهرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى دائما فصلية صيفية تقريبا على كافة المناطق الشمالية خاصة المرتفعات، 40 درجة على غيليزان معسكر وشلف، 34 درجة على العاصمة، ترتفع أكثر لتقارب 49 درجة أحيانا 50 درجة تحت الظل على كل من أدرار تميمون إن صلح، ننتظر 48 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئ على السواحل الغربية، رياح ضعيفة، سباحة مسموحة، بينما سباحة ممنوعة على المناطق الوسطى وكذلك الشرقية، رياح معتدلة مع بحر من قليل اضطراب إلى مضطرب محليا. خلال الأيام القليلة القادمة بداية من يوم الثلاثاء وأيضا يوم الأربعاء وكذلك يوم الخميس تقريبا نفس الوضع الجوية، أجواء رعدية على المرتفعات الداخلية خاصة الوسطى وكذلك الشرقية، احتمال بعض الأمطار المتفرقة، سحب من النوع العالي ستنتشر على السواحل ولكن بعد تلاشي الضباب ونسبة رطوبة عالية على الواجهة الغربية، هبوب رياح قوية على الهضاب خاصة الهضاب الوسطى والغربية حتى على منطقة الثورة، درجات الحرارة في ارتفاع تقريبا على كافة المناطق الشمالية وكذلك الجنوبية خاصة الجنوبية على الصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الغربي والجنوب الشرقي، حيث درجات الحرارة تصل إلى 50 درجة تحت الظل. غروب الشمس ليوم الغد سيكون بحول الله على مستوى العاصمة في تمام 8:09. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان.